بما ان احنا بنتكلم هنا عن مسلسل بالطو وقد ايه عامل نجاح عظيم ومسلسل مختلف والكوميديا فيه مختلفه جدا، فما ينفعش نتكلم عن مسلسل بالطو من غير ما يكون معانا النجم المختلف الكوميديان اللي اول مجرد ما بيظهر في اي مشهد بتعرفوا ان اكيد فيه كده ايه ضحك غير طبيعي هيكون موجود. النجم محمود حافظ منورنا هنا في كلاكات، منورني ومبسوطه قوي ان انت معايا. ربنا يخليك يا رب، ميرسي جدا يا لينا. مبروك على المسلسل. عصام عمر كان لسه معايا في مداخله قبلك على طول، وعايز اقول لك بقى ايه، بعت لك رساله معايا بيشكرك وقاعد يتكلم عنك وعن الكواليس وعن قد ايه ان هو مبسوط ان انت كنت بتشارك في مسلسل زي ده، وطبعا النجم كبير زيك وافقت ان انت تكون موجود في المسلسل، فقلت لازم ايه اقول لك اللي هو قاله لي بالظبط. والله العظيم انا شرف ليا ان انا كنت في مسلسل محترم زي بالطو، ومبسوط جدا ان انا كنت بعصام عمر، وهو اصلا ممثل مكافح واعرفه من زمان. على المستوى الشخصي انسان مهذب جدا، وعلى المستوى الفني نجم بامانه، وربنا يا رب وفقه. انا اللي مبسوط ان انا كنت معاه في تجربه زي ديت، وفي نفس الوقت اول تجربه برضه بالنسبه لعمر المهندس، برضه فرحان له جدا، واحمد عاطف. والورق نفسه كان الورق جميل جدا بامانه والله، وكنت متخوف جدا، قلت يعني ان ما يحصلش عليه المشاهده، ففضل من الله يعني ربنا ادانا زيادة حقنا الحمد لله. هاخد من كلامك ان انت بتقول كنت متخوف ان ما يحصلش عليه مشاهده، واللي حصل عكس كده تماما. بالظبط، يعني دايما في اي عمل بنشتغله ايه اللي هو ايه، لو جت 50 او 60% بقى تمام، لو دايما بنطمح ان يكون يا رب كل اللي بنقدمه يعني يحصل فيه مشاهده كويسه بفضل من ربنا. كنت متوقع ان من اول حلقه تنزل المسلسل يبقى ترند، وبقالنا دلوقتي تقريبا اسبوعين كل السوشيال ميديا بتتكلم عن المسلسل. انا اول ما قريت الورق عامه، الورق كان جميل جدا. انا شخصيا انا مش اي ورق بيضحكني بامانه. اوكي. انا اول ما قريت الورق وقريت شخصيتي كمان عصام عمر كمان، وانا بقرا في الورق كده انا قاعد اصلا بضحك من المواقف اللي موجوده، المواقف المكتوبه في احداث المسلسل، وهي مواقف حقيقيه واللي هي بتسميها الكوميديا السوداء. لا هي كوميديا خطيره مش سوداء، هي تحفه يعني. هي بتبقى بنسميها طبعا يعني دراستنا يعني بواقع ان احنا بنسميها كوميديا سوداء، لانها بتطلع من المواقف. صح. بالظبط، لانها فيها تعب، فيها مشقه، فيها مرمطه، يعني فيها حاجات كتيره بنهون بيها على نفسنا. وفي نفس الوقت انا قلت ايه، ده عالم جديد بالنسبه لعالم الاطباء، وتجربه جديده، وتجربه مش بتحصل في اقاليمنا وفي بلادنا. يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجه بامانه. انا وانا طفل بامانه كنت في وحده صحيه في بلدي. انا عايز اقول لحضرتك اللي كان بيحلل لنا العامل اللي موجود في المستشفى، العامل في مواقف اصعب من كده على طبعًا. فكره طبعًا. يعني في مثلا بعض، في ناس كتيره جدا بفضل من الله مبسوطين جدا من المسلسل، وفي بعض الناس اللي هو ايه قال لك ده بيتنمروا على الاطباء، ده بيعملوا مش عارف ايه. ده بالعكس، انا بحط لك الجانب الايجابي وبحط لك الجانب السلبي، لان مفيش حاجه ما فيهاش سلبي يعني. بالظبط، اللي هو ايه، المفروض ده طبيب لسه متخرج جديد من كليه الطب، المفروض بعتناه محافظه بعيده، المفروض نوفر له مسكن وماكل وملبس عشان يعرف يتعامل، يعرف يتكيف مع الظروف اللي هيبقى محيطه بيه بالنسبه له. فجاه واحد اكتشف نفسه ان هو لسه بيقول يا مسهل يا رب، مش عارف اصلا هينام فين. حاجات تانيه بقيت انت مدير مستشفى ازاي ما اعرفش، بس اللي هو ايه استحمل بقى الظروف اللي هتواجهك بقى. على الجانب الاخر، بعض الناس، كل مجال كده في الحلو وفي الوحش، فتمام. رأيك ايه في الهجوم اللي بيحصل من غير ما الناس يعني، معرفش، بقيت بحس ان مؤخرا تلاقي مثلا بوست مسلسل ينزل الناس عملت عليه قصه، ده السنه دي والسنه اللي فاتت وبقالنا فتره في القصه دي. مسلسل مثلا بالطو نزل، مسلسل كوميدي وخفيف، وبقيت بحس ان مؤخرا الواحد محتاج النوع ده من المسلسلات علشان يهرب من المشقات بتاعت الحياه، فتلاقي الناس بتطلع فيه اي حاجه. بص انا هقول لحضرتك، في كل مجال زي ما قلت لك، في الخير وفي الشر. صح. يعني في اطباء كويسين، في اطباء اشرار، في محامين كويسين، في محامين اشرار، في مدرسين كويسين، في مدرسين اشرار. والا بقى احنا عايشين في المدينه الفاضله. يعني حضرتك يعني، ما احنا هنجيب الدراما منين؟ صح. احنا بنجيبها من واقع الحياه. صح. والا بقى لما اجي مثلا نتكلم مثلا عن فئه مثلا مال مدرسين ومحامين ايا ما كان الفئه اللي موجوده، ففي شخصيه فيهم سلبيه، فتلاقي بعض الناس تطلع تنقد ويقول لك لا ده بيتنمروا على فئه المحامين، ده فئه المدرسين، ده فئه ايا ما كان نوع الفئه. يعني يا جماعه، ما في كل مكان في الخير وفي الشر. صح.
اللي بقى احنا فعلا فعلا بجد زي ما انا بقول لحضرتك، احنا هنشوف المدينه الفاضله خلاص بقى، ما فيش مشاكل، الحياه دي سليمان ما فيش مشكله. لا هو ما فيش حاجه اصلا اسمها المدينه الفاضله، فالناس لازم تقبل بقى ان كل حاجه بالظبط فيها الجانب الكويس والوحش. الايجابي والجانب السلبي. صح بالظبط بالظبط صح بالظبط. المسلسل كوميدي والكوميديا بتاعته مختلفة لذيذة، شبه الواقع اللي احنا عايشينه. يعني أول ما أنت بتيجي تقف جنب عاطف ومثلا بيبقى هو عند هو على طول ماشي، يعني ده اللي احنا عايشينه جدا. إيه أكتر مشهد يعني ما كنتوش عارفين تعملوه من كتر الضحك؟ انا على فكره من نوعيه الممثلين اللي ممكن ابقى جد جدا، يعني ممكن في الحياه مثلا، او مش جد يعني قافل، لا خالص. بتقدر وانا تفصل. بمثل بقدر افصل. بالظبط، برافو عليكي. وانا داخل وانا دايما بحب اذاكر ورقي كويس جدا، واضح. وبحب دايما اعمل الشخصيه، يعني كل ما كنت بسيط للناس وصلت لهم اكتر. صح. ودايما انا حتى في الكوميديا ما بحبش لو ما فيش افيه مناسب او موقف مناسب بلاها، ما احبش استخف او استقل بقى للمستمع او المشاهد. طيب هروح بقى كده لحتة تانية خالص. سؤال حلقتنا النهاردة هو عن أفلام الأبيض وأسود. لو في فيلم بتتمنى من أفلام الأبيض وأسود إن أنت كنت تمثله، هتختار فيلم إيه؟ والله فترة الأبيض والأسود كان فيها أفلام كتير جميلة جدا، يعني مثلا كنت بحب الفيلم لما كان بيتعرض زمان، فيلم السيد بتاع سيدي حشاين طبعا الله يرحمه، بنحمس. التجارب الحاجات اللي فيها الحياة المصرية، العادات التقاليد اللي، بس طبعا ده لما تقولوا عليا ان انت قافل او اي شيء، بس انا بتكلم على نوعية الافلام والتجارب اللي كنت بشوفها قدامي. وطبعا استاذ توفيق الدين، استاذ محمود المليجي، كل الناس دي مدارس طبعا الواحد يتعلم منها طبعا. طبعا قبل ما اختم معاك لازم اعرف بقى بتحضر لايه. انا عارفه انت لسه نازل لك كذا حاجه الفتره الجايه، بس عايز اعرف بتحضر لايه دلوقتي انا بصور ايه؟ بالظبط. بتصور ايه؟ رمضان خلاص على الابواب، فاكيد في رمضان، فبتصور ايه بقى حاليا؟ قدرنا ان احنا ناخدك من ظل الاجواء الصعبه دي وتطلع معانا المداخله، فعايز اعرف بتصور ايه بقى دلوقتي؟ والله انا بصور مسلسل بابا المجال مع استاذ احمد خالد موسى المخرج، وبصور مسلسل حضرة العمدة مع روبي، وخرج الاستاذ عادل اديب. ان شاء الله يا رب تجربتين يكونوا موفقين باذن الله. ان شاء الله. نورتني هنا في كلاكات، ومبسوطه جدا ان انت معايا، ودايما كده من نجاح لنجاح، ونرجع نكلمك هنا تاني. نبارك لك ان شاء الله. ربنا يسعدك، ميرسي جدا. شكرا ميرسي شكرا جدا، لحضرتك. نورتني. شكرا، مع السلامه.